كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. موضوع؟ لا لا مش كنت عايز اتكلم معاكي في حاجه كده. ايه هي؟ هو اصل في الحقيقه انت انسانه ظريفه جدا وحلوه، حلوه قوي يعني. طب ما انا عارف ده يخصك في ايه. لا اصلي اصل كل ما بقابلك ببقى عايز فلوس. سلف فلوس ايه؟ على فكرة جاكيتة رؤوف لايقة عليك قوي.